اللحن ما أعذبه والعلم ما أطيبه، شبابنا هكذا بعلم هواثبه، ونسوة في التقى أمثلة ضاربة، هلم كي نستمع للكلمة الطيبة. التفكير السلبي تفكير مدمر، دائما تتفائل بالخير. انا اليوم اتكلم عن العراق، شايفين الازمات، شايف الوضع، اكو شيء يبشر بخير؟ ابدا، ولكنني استبشر خيرا، استبشر خير. مستقبل العراق راح اشوفه افضل دوله عربيه واسلاميه راح يصير العراق. بس طولوا بالكم شويه، انتظر شويه، الامور تحتاج لصبر، الصبر مفتاح الفرج. فاذا هذا التفكير الثاني المدمر، التفكير السلبي. حتى الإنسان السلبي لازم يحول حياته إلى حياة إيجابية. شفت واحد تعبان شكله، لا تقول له شكلك تعبان أبدا، لا تقول له ها أنت مريض، اليوم وجهك أصفر، إيش اليوم شكلك متغير، لا تقول له هذا الشيء أبدا. إما تقول له منور، ما شاء الله اليوم إيش حالاتك، اليوم وجهك كله منور، يقول لك لا عمي أنا مريض تعبان اليوم. قل له أبدا أنا ما قاعد أشوف هذا الشيء. اعطي إيحاء إيجابي للناس، تدري هذه الكلمة من عندك لو كان مريض يشفى. العالم اليوم يشفى بالتأمل والتفكير. تدري الغرب، أنا أتأمل يعني أتألم لما أقول الغرب، لأنهم أخذوا بهذا اللي إحنا نريده وإحنا ما اتبعنا هذا المنهج. الغرب عندهم الآن مستشفيات تعالج بالتأمل، والإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول تفكر ساعة خير من عبادة سنة. وأئمتنا قالين هذا الكلام، بس لازم أقول لك أينشتاين، وأقول لك أديسون، وأقول لك ديكارت، ولازم أقول لك نيوتن حتى تقول إيه صحيح هذا كلام علمي. وإمامك يقول هالكلام، تفكر ساعة مو يعني 60 دقيقة، يعني مقدار من الزمن. عندنا انهزامية حتى بالتفكير، انهزامية عندنا. البعض لازم تجيب له أنت أسماء أساتذة من الغرب حتى يقول إيه هذا الكلام صحيح. زين والإمامة شنو؟ والإمام يقول تفكر ساعة. ليش تفكر ساعة؟ أنت جرب عبادة نص ساعة، تحمل مثال، قوم صلي صلاة جعفر الطيار فيها 300 تسبيحة، جرب. أريد أقول لك شنو يعني العبادة، مو تتصور عبادة شيء سهل، العبادة جدا صعبة. إحنا صلاة بنقوم نصليها، يعني الآن صلاة نصليها 3 دقائق 4 دقائق، لا أنت صلي صلاة نص ساعة، شوف شو صليت عمي، بطلت ربع ساعة. الركوع مو تركع ثواني، سوي 5 دقائق، شوف ظهرك شو يصير فيه. العبادة مو سهلة. الإمام يقول تفكر ساعة، لماذا؟ لأن حياتك في هذه الساعة، مستقبلك في هذه الساعة، اللحظات، يمكن لحظات في حياتنا نغير مستقبلنا كله. إذا نحتاج إلى شيء اسمه تستعجل قرارات حياتك، لا تستعجل بيها أبدا. كن حاول انه تتخذ قرار بهدوء. اذا منفعل هذا تفكيرك سلبي، اذا منفعل وعصبي لا تصرح اي تصريح، اسكت، اكظم غيرك، اسكت، حاول تسكت. اذا انت عصبي من موقف راح تتكلم بكلام وبعدين راح تندم عليه. اذا حاول انه حتى التفكير السلبي تبتعد عنه. بالانفعال الامام علي عليه السلام يقول الغضب الله، ما أجمل وأبلغ العبارة لأمير المؤمنين عليه السلام، يقول الغضب إن أطلقته دمر، دمر. اللحن ما أعذبه والعلم ما أطيبه، شبابنا هكذا بعلم هواثبه، ونسوة في التقى أمثلة ضاربة، هلم كي نستمع للكلمة الطيبة.